يا جماعة راح أختار نكتة وراح أقولها بنهاية الفيديو، وإذا مو مصدقين إنه أنا قلت نكتة بنهاية الفيديو مش الفيديو الأخير وشوفوا النكتة. مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ أتمنى تكونون بخير، أنا الحمد لله بخير. لا تنسون تسوون اشتراك اشتراك اشتراك. المهم يا جماعة اشتركوا بالقناة اللي مو مشترك، ولا تنسون تضغطون على زر الإشعارات حتى يجيكم إشعار أول ما ينزل الفيديو. ويا هلا بكم بقناتي للي انضموا جديد على هاي القناة، ويلا نبدأ الفيديو. فيديونا اليوم عبارة عن 25 سؤال راح أسألهم لضيفين اسمهم خالد وصفا. إذا تحبون نسوي هاي الفقرة، فقرة 25 سؤال على قناتي ونسويها فقرة ثابتة، شاركوا بهذا الاستبيان وكتبوا نعم أو لا. فسأترككم مع الفيديو. خالد وصفا أنا سألتهم على قناتي، وأيضا هم سألوني على قناتهم، فبعد ما تخلصون هذا الفيديو لا تنسون تروحون تشيكون الفيديو اللي على قناتهم من هم سألوني. ويا هلا بخالد وصفا، شلونكم؟ شنو أخباركم؟ يا هلا بيكم قناتي. أهلا وسهلا فيك إهم، كيفك؟ راح أسألكم 25 سؤال، أول قسم راح تجاوبوه وأنتوا قرفانين. أنا حاسس أنه راح تجيب العيد فينا بالأسئلة تبعك. مثل ما جبتوا العيد فيني راح أجيب العيد فيكم. متى آخر مرة تعاركتوا؟ آخر مرة نحن لا، خلينا نكون صريحين، نختلف على أشياء لكن ما نتخنق، يعني ما بتوصل للخناق. آخر مرة على الجيم، لأنه أنا مرتبط مع صفا أنه نروح على الجيم وهي ما لها خلق، فهي بتشدني هيك أنه حتى يصير إلي ما لي خلق كمان. ما بخليه يروح لحاله بدوني على الجيم، فمشان هيك مشان ما يشوفوني البنات. شنو تغديتوا اليوم؟ تغدينا أكل تركي. استغفر الله العظيم، خلينا نعرف من الأكل يا أهل. استغفر الله العظيم. شنو تفضلون، الحب أم الصداقة؟ الحب والصداقة. أنا وصفا يعني منحب بعض بس يعني عادي، صداقة يعني صداقة. أنا صديقتي صفا وأنا صديق صفا أفضل من الأصدقاء اللي بيكونوا خارج المنزل. من يحب الثاني أكثر، خالد لو صفا؟ أنا لا، ما في، لا أنا 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 بحبه. ما في، خالد بيقدر يعبر أكثر، هذا هو الفرق. أنا أرفان بس هي مو أرفانة. أكثر صفة تكرهوها ببعض؟ أكثر صفة تكرهها من قلبي أنا بسأل كثير، يسأل البيضة من بعضها والجاجة من جابها، مع أنه الشيء ما بيكون مستاهل بس لازم يسأل عن ما قال لي أقل شيء 10 أسئلة، ليش وإمتى وشو وكيف. أنا بكره بصفة أنه كثير بتلتهي، بيكون في عندها شيء تعمله معين، بتعمل 7 أشياء غير الشغلة المعينة اللي لازم تعملها، يعني مثلا ممكن تقعد نص ساعة بس تنتف شعرها، تشوف الشعر المتخصص. عادي خالد، هاي كل البنات هيك. اوكي بعد لازم تتعود. والله هي ما في منها. لا يا هند، عم قلها ما في بنت ما بتنتف شعرها، يعني شيء طبيعي. بس بتوقفي على الاشاره 5 دقائق بتنتفي كل شعرك. هدفكم الشهره والمال، صح ام خطا؟ الشهره شو فيها انت حلوه، والمال حلو، بس اذا الشهره والمال يعني غير ناس تحبنا ما حلوه. مو بس هيك، شهرة إيجابية، يعني ما بدنا نشهر على شيء مثلا هيك إنه الناس يقولوا شفتوا هدول اللي عملوا هيك. لا أرفانين انتو ها؟ شهرة وصاري؟ لا. كم طفل ناويين تجيبون؟ 4، ماشي الحال. بس تجيب 4 وانت بتجيب 4 ولدين حنجيب. جبتوهم وخلصتوا؟ اوكي. صار الخامس بالغلط، تجهضوه؟ لا لا حرام بظن، اي اذا كان بعمر انه انا مثلا ما بخليك. منو يتأخر اكثر حتى يجهز للطلعة، خالد ام صفا؟ خالد. خالد بوقف على المراية ساعة. والله بوقف ساعة على المراية وبضبط شعره وبيطلع هيك بسوة السخنة عجيبة. والله خلي لك، لا تعرفيني أكثر من هيك هلا. والله هي أحيانا هي كمان، بس هي لما تتأخر تتأخر عني 7 مرات. حتى تعرفون إنه الأولاد يتأخرون أكثر من البنات، مع بالكم إحنا بنتأخر بالمكياج. هسا أنتوا أرفانين ها؟ أرفان. خلصنا من مرحلة القرف، راح نجي لمرحلة الغناء. مرحلة الغناء راح تكون الخالد. لو خيروك بين صفا أو 10 ملايين دولار وأربع زوجات حلوات، باخذ 10 ملايين وبتزوج الأربعة. يا خاين، باخذ 10 ملايين وبطلق الأربعة وبرجع لصفا يا عين. شكله ما عجب الجواب وحنطلع لنا برا البيت يا ليلي. ما رأيك ترجع تلاقي صفا صفا حتكون اتجوزت وصار عندها عرس ب10 ملايين؟ لا خلاص، انا كنت بتفق معك اذا ما بدك بلا بلا يا عيني. لا بيبي، انا ما بستنى عنك، كنوز الدنيا كلها خليلي، ما في. شخص مشهور تتمنى تقابله؟ هو فلوجر اسمه كيسي نايستات. إذا أنت وصفا اختلفتوا على اسم المولود، شنو تسوي؟ تفرض اسمك عليها لو
تاخذ اسمها وتتنازل. ما نختار للاسم اللي انا بدي اياه ولا الاسم اللي هي بدي اياه، بنختار اسم ثالث. ما بسمي ولادي الا الاسم اللي انا بدي اياه. آه. ما حضرتي أقصى نقد سمعته؟ ما في نقد سمعته، إنه هيك جرحني بس بتقبل من الناس، بعرف كل واحد من نقده شو طبيعته. أكثر صفة تحبها بصفة؟ حنونة. أنا أتصور المغنين راح ينتحرون من يشوفون فيديوهاتنا على الألحان، على الألحان اللي سويناها. يمكن يسألون اللحن ما تعرفي. أوصف لي خالد بثلاث كلمات. خالد وفي صادق طموح. إذا جاك درع المليون وطلبت أنا منك إنه تكسره مقابل 10 كيلو ذهب، هل تكسر درع المليون؟ بكسره وبعمله فراطة، لأنه قيمة الدرع مو هو نفسه، قيمته بالناس اللي بتحبنا. هسه خلصت أسئلتك يا خالد، راح ننتقل لصفا. صفا جاوبي عن هاي الأسئلة وإنتي معصبة. أكثر صفة تحبيها بخالد؟ خالد حنون. شو هي أكثر صفة فيه لخالد عن جد؟ ماذا تختارين؟ طلعة مع خالد بدون مكياج أم يوم عمل كامل بمكياج؟ بختار طلعة مع خالد بلا مكياج، لأنه خالد أصلاً بيحبني بلا مكياج. بس عصبي أكثر، هذا خسرتي. حاول. كم قيمة المكياج الذي تملكيه؟ هي علينا، شو هالسؤال المحرج هذا؟ قيمة المكياج يمكن فوق $5,000. في بنات أكثر بكتير بكون عندهم مكياج. لك عم قول مصرياتي وين عم بتروح؟ يا ربي $5,000 لك كنت اشتريت فيهم سيارة. وصفي لي جمالك بكلمتين. جمالي جمال بريء. لكن معصبة؟ معصبة. طب شو؟ لو خيروك تعيشين ويا أمك وخالد يكون بدولة ثانية، أو تعيشين ويا خالد وأمك تكون بدولة ثانية؟ يعني عن جد هنت شو هالسؤال؟ أوكي جاوبي أنت معصبة، يلا تفضل أشوف. يعني أغلى شخصين بحياتي ما فيها اختار. لا جاوبي، اختاري. لا جاوبي. اختاري. ما في. لك جاوبي. لا هنت جاي لعندك على أوهايو اذبحك. أنا ما فيني أكمل كل حياتي مع أمي، أكيد بيكملوا مع خالد. أريدك تعصبين هسا. أكثر حيوان تكرهيه؟ غر. أكثر حيوان بكرهه هو الصرصور. كم طولك وكم وزنك؟ طولي 1.58 متر، وبليز لا أحد يسألني عن طولي. ووزني حاليا 55. مدينتك المفضلة؟ مدينتي المفضلة دمشق. أكيد دمشق، عشت فيها فترة محددة، بس ما بعرف في شيء مميز بدمشق، يمكن لأنه كبرت بدمشق، يعني مراهقتي كانت بدمشق. وهي خلصت الأسئلة. استمتعنا كثير معك يا هند، وكان فعلا وقت ممتع. شكرا لكم خالد وصفاء، أنا استمتعت كثير معكم. لا تنسون يا جماعة تروحون تشيكون الفيديو على قناتهم، لأنه أنا جاوبت عن أسئلتهم. ومع السلامة خالد وصفاء، فرحتوني كل شهواية. الله معك هند، ونحن كمان. باي أصدقاء هند. باي. وهيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسون تروحون على قناة خالد وصفا وتشوفون الفيديو والمقابلة اللي سووها وياي وال25 سؤال اللي سألوني إياهم. وإذا حبيتوا هذا الفيديو انطوا أكبر لايك بالحياة، ولا تنسون تشتركون بقناتي إذا أنتم ما مشتركين. وأشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي، مع السلامة. مجنون أحب غيرك، أنا مجنون، أنا مجنون، مجنون أحب غيرك. واحد بخيل مات وكتب وصية ما تغسلونيش أنا متحمم.